بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في مدونه دروس تقنيه. ان شاء الله النهارده هنشرح برنامج وندر شير فيديو كونفرتر. برنامج يا جماعه مخصص في تحويل الصيغ بتاعه الفيديو، وكمان مخصص في ان انت ممكن تحمل من اليوتيوب، او ممكن كمان تحول فيديو اليوتيوب ل ام بي 3، وفي كذا وظيفه جوه البرنامج هنعرفها مع بعض. طبعا ده بجانب ان انت كمان بتقدر تعدل على الوان الفيديو، او بتقدر تكتب على الفيديو، او بتقدر كمان تاخد جزء معين من الفيديو تعمل له قص او قطع. ده موجود كله جوه البرنامج. طبعا رابط تحميل البرنامج هيكون موجود اسفل الفيديو. بعد كده عشان تثبت البرنامج بتيجي هنا بتلاقي عندك ايقونه التثبيت وايقونه التفعيل. طبعا انا مثبته ومفعله، مش هقدر افعله في الفيديو ده عشان القناه ما تاخدش مخالفه كمان. طبعا هثبته عادي، نيكست نيكست فينيش. بعد ما بتخلص عمليه التثبيت بيظهر لك ايقونه البرنامج على الديسك توب بالمنظر دوت. بعد كده بتيجي تعمل كليك يمين على الايقونه دي وتقول له اوبن فايل لوكيشن، بيفتح لك مسار تثبيت البرنامج. بعد كده بتاخد كوبي للباتش او الكراك بتاع التفعيل وتحطه في مسار تثبيت البرنامج وتشغله، وبتدوس على كلمه باتش. بعد كده بتقفله وخلاص تم تفعيل البرنامج. تمام. طبعا انا مثبته ومفعله زي ما احنا شايفين مع بعض. دي الايقونه بتاعت البرنامج. حاجه افتح البرنامج. زي ما احنا شايفين دي واجهه البرنامج. عندي هنا في كذا تاب فوق، في كونفرت وفي بيرن وفي داونلود وفي ميديا سيرفر. احنا محتاجين كونفرت وداونلود. كونفرت ده خاص بتحويل صيغ الفيديو، يعني لو عندك فيديو مثلا ام بي 4 عايز تحوله اي في اي او العكس، او مثلا عايز تحوله ام كي في من ام كي في مثلا لام بي 4، اي صيغه من اي صيغه لاي صيغه ثانيه. هنا داونلود دي خاصه بتحميل الفيديوهات من اليوتيوب، وكمان خاصه بتحويل فيديوهات اليوتيوب لام بي 3، يعني بيحذف لك الصوره وبيسيب لك الصوت بس. طبعا هنشرح الاول كونفرت. طيب دلوقتي انا هروح اجيب اي فايل، ممكن ادوس على اد فايل من هنا اهو. تمام، هيفتح لي المكان اللي انا اقدر اختار منه الفيديوهات بتاعتي، او ان انا اسحب الفيديو على طول هنا مباشره. فانا هعمل اد فايل وهروح اجيب اي فيديو عندي على الكمبيوتر، وليكن مثلا عندي هنا الانتروهات بتاعت سوني. هجيب مثلا مثلا الفيديو ده وهقول اوبن. طبعا الفيديوهات دي كلها بصيغه ام بي 4، الفيديوهات دي كلها بصيغه ام بي 4، هتلاقي ده مكتوب لك فورمات ام بي 4. طيب دلوقتي انا لو حابب اغير صيغه الفيديو واعمل له تحويل، هاجي هنا في الجنب هلاقي قائمه، لو دوست عليها هيظهر لي صيغ كتير جدا. عندي فيفوريت وعندي فورمات وعندي ديفايس. طبعا ديفايس دي خاصه بالاجهزه اللوحيه، الايبود والايباد والايفون والكلام ده كله. طبعا انت لو محتاج هتشتغل عليه. هنا الفورمات برده بيديك صيغ معينه، ممكن تخليه 4K فيديو او اي في اي او WMV. انا يعني شخصيا بشتغل على الفيفوريت. تمام، انا محتاج الفيفوريت قوي اكتر من اي صيغه ثانيه. هو الفيديو بصيغه ام بي 4. لو انا حابب مثلا احوله اخليه اي في اي فهدوس على اي في اي. خلاص هنا اهو. تمام، بعد كده بدوس على كلمه كونفرت، هيبدا يحول الفيديو مباشره. هنشوف هيبدا التحميل معايا زي ما احنا شايفين، بدا يحمل اهو بسرعه كبيره جدا. خلاص قال لي فينيش. طبعا عشان الفيديو مساحته صغيره، انت ممكن تكون بتحول فيلم او حاجه ممكن ياخد منك وقت شويه. هنا بيقول لك وان تاسك هاز بين فينيشد. هندوس على اوبن فولدر، هيفتح لك المكان اللي نزل فيه التحويل. طب هو بينزل فين؟ بتروح على دوكيمنت، وبعدين هتلاقي هنا وندر شير فيديو، بتدخل عليه، وبعدين بتلاقي حاجه اسمها اوتبوت، هتلاقي هنا الفيديو بتاعك. تمام، زي ما احنا شايفين ده الفيديو. طبعا فولدر داونلود ده هنعرف بيعمل ايه دلوقتي. ده الفيديو بتاعي، لو جينا بصينا على الامتداد بتاعه والصيغه بتاعته هنلاقيها بقت اي في اي. الاول كانت ام بي 4، بقت اي في اي. تمام، وهيشتغل معانا عادي بدون اي مشاكل. ده بالنسبة لتحويل صيغ الفيديوهات. طيب بالنسبة لان انا مثلا عايز اعدل على الفيديو، انا هعمل مثلا اد فايل تاني وهجيب مثلا الفيديو ده، هدوس هنا على كلمة ايديت. ايديت دي جواها كذا حاجة بقى يا جماعة زي ما احنا شايفين. تمام، ايديت دي جواها كذا حاجة زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا دي فيها بقى ان انا اقدر دلوقتي اقدر اغير على اللون بتاع الفيديو. لو دوست مثلا على كلمة ادجاست، مثلا في افكتس هنا افكتس دي هتلاقي الوان الفيديو، يعني مثلا الفيديو كده اهو ممكن اخليه ابيض واسود مثلا. تمام، ملاحظين الفيديو بقى ابيض واسود معايا اهو. ممكن اخليه مثلا بالمنظر ده او بالمنظر ده او بالمنظر ده، في عندك الوان كتيره. او ممكن بالمنظر ده احط له الافكت ده او الافكت ده. تمام، الافكت ده بيخلي الفيديو زي ما يكون قديم شويه. طبعا بتتحكم بقى في الحاجات دي من هنا اهو، من المؤشرات دي، الصوت هنا، درجه الالوان والكلام ده كله. طبعا انا مش هشرح كل حاجه عشان الفيديو بس. تمام، بعد طبعا ما بتختار الحاجه اللي انت عايزها، في برضه عندك فوق هنا ووتر مارك، اقدر اكتب على الفيديو او احط صوره. اختار مثلا تكست تايب وابدا اكتب مثلا مثلا هكتب اسمي. تمام، بالمنظر دوت. هاجي هنا هلاقيه موجود فوق اهو، ابدا احركه اجيبه هنا كده مثلا، اقدر اكبره طبعا اهو، اقدر احطه في اي حته بالفيديو. هنا درجه وضوح الاسم او الكتابه،
اللي هي زي الاوباستي كده بتاع الفوتوشوب، تمام. هنا الشفافية، هنا كده تقيل، هنا كده خفيف، زي ما انت عاوز. عندك هنا برضو سبتايتل، دي الترجمة. لو انت حابب مثلا تحط ترجمة في الفيديو او حاجة، تختار ملف الترجمة من هنا، هو بيبدأ يدمج مع الفيديو. عندك هنا في ممكن تعمل كروب، ممكن يعني تاخد كروب من الفيديو كده اهوت، مثلا تاخد الجزء دوت، يبقى هو الجزء ده بس اللي هيظهر في الفيديو. عندك هنا مثلا في التريم دوت، التريم دوت يا جماعة بيخليك تاخد جزء معين من الفيديو. يعني مثلا انا محتاج هدوس مثلا دلوقتي اد تريم ماركر، تمام. هو الجزء الاخضر ده هو ده بس اللي هياخده من الفيديو. طب انا مثلا حابب اكبره، مفيش مشكله، اهو كده انا كبرته. طب انا حابب مثلا احرك مثلا اصغر شويه، يبقى انا كده مثلا اهو، تمام. يبقى الجزء ده هو ده الجزء اللي هو هياخده من الفيديو، هو ده الجزء اللي هيقطعه من الفيديو. هيبدا بقى اذا كنت انت عايز تحوله، اذا كنت عايز تعمل عليه افكتات او اي حاجه، من خلال قائمه التريم بتعمل اد تريم ماركر، وبعدين بتحدد الجزء اللي انت عايز تقطعه، وبعد كده بتدوس على اوكي خلاص. دي تقريبا بالنسبة لموضوع التحويل داخل البرنامج. طيب هنروح دلوقتي لموضوع الداونلود. هنا بيقول لي دونت سيف، هقول له نو. ده بالنسبة للكونفرت اللي هو تحويل الفيديو. عرفنا ازاي نحول فيديو، عرفنا ازاي نعدل على فيديو، وعرفنا كمان الفيديو بينزل فين بعد التحويل. لو انت حابب تغير مسار الفيديو بعد التحويل، بتدوس هنا على تحت على المكان ده، وبعدين بتختار المكان اللي انت عايز الفيديوهات بتاعتك تنزل جواه. هروح على داونلود. هنا قلنا داونلود دي خاصة بتحميل فيديوهات اليوتيوب، او ان انت بتحول اليوتيوب ل ام بي 3. عندي مثلا هنا القناة بتاعتنا، لو انا حابب احمل اي فيديو من الفيديوهات دي، باجي هنا كليك يمين على الفيديو واقول له كوبي لينك ادرس، وبعدين بروح على البرنامج وبعمل اد يو ار ال، هلاقي اللينك نزل اوتوماتيك معايا هنا اهو. طبعا هنا مكان الحفظ، لو انت عاوز تغير مكان الحفظ، هو نزل في فولدر داونلود الخاص بالبرنامج. هنا بتختار الفورمات، الصيغة هخليها مثلا ام بي 4 فيديو، بعد كده بدوس على اوكي. هيبدأ يعمل انالايزنج، هنستنى شوية لحد ما يبدأ يجيب صورة الفيديو واسم الفيديو، وهيديك مساحة الفيديو كمان، وهيبدأ معانا شريط التحميل دلوقتي على طول. زي ما احنا شايفين هنا صورة الفيديو، وهنا اهو اداني حجم الفيديو 21 ميجا. وهيبدأ يحمل معايا بصيغة ام بي 4، هيبدأ بقى 1% 2% الى الاخر خالص. وبعدين بعد ما هيخلص تحميل الفيديو من اليوتيوب، هيبدأ ان هو ينزله في فولدر داونلود. انا هكنسل، هقول له اوكي. فولدر داونلود اللي احنا اتفقنا اللي هو موجود هنا في دوكيمنت، وبعدين على وندر شير، وبعدين اوت بوت، وبعدين هتلاقي فولدر اسمه داونلود، هتلاقي جواه كل الحاجات اللي انت حملتها من اليوتيوب، تمام. طيب لو انا مثلا محتاج احمل مثلا الكليب دوت على اليوتيوب، حابب احمله ام بي 3 بس، يعني احمله صوت من غير صوره، باجي برده كليك يمين على الفيديو، خليه مثلا الفيديو التاني، بروح اقول له كوبي لينك ادرس، وهروح على البرنامج، والمره دي هختار يوتيوب ام بي 3. هلاقي اللينك نزل هنا اهو. طبعا هنا برضو مسار الداونلود، التحميل ممكن تخليه اي فولدر، هو هينزل في داونلود برضو، وهنقول له اوكي. وبعدين هنا بيدي لك سيف از ام بي 3، وهقول له اوكي. هيبدا يحول الفيديو بتاع اليوتيوب الى ام بي 3، برضو هنستنى شويه لحد ما يظهر لك صوره الفيديو، ويدي لك هنا حجم الملف، وهيبدا يعمل معانا داونلود، تمام. زي ما احنا شايفين دي صوره الفيديو. هنا بيقول لك ان انا هحمله لك ام بي 3، والحجم بتاعه هو 3 ميجا، تمام. فهو هنا برضو دي وظيفة يعني جميلة في البرنامج، أو مفيدة في البرنامج، إن هو بيحول لك الفيديوهات بتاعة اليوتيوب إلى صيغة ام بي 3، بحيث إن أنت لو محتاج أغنية معينة، مش محتاج إن أنت تحملها فيديو، أو كمان عشان مثلا تحطها على التليفون بتاعك أو أي حاجة. فهو دي وظيفة البرنامج زي ما قلنا النهاردة، إن هو بيعمل كونفرت، تحويل الفيديوهات، وبيبدأ يعدل عليها، وكمان بيبدأ يعمل تحميل لفيديوهات اليوتيوب وبيحولها لام بي 3، تمام. بالنسبة لريكورد فيديو ده، لو أنت حابب مثلا موصل الكاميرا باللابتوب بتاعك أو الكمبيوتر، وحابب إنك تسجل فيديو، بيتسجل مباشرة وبينزل جوه البرنامج، وبتبدأ تتعامل معاه عادي جدا. ممكن بقى تحوله، ممكن تضيف عليه تأثيرات أو أي حاجة، عادي جدا، تمام. ده بالنسبة لشرح برنامج وندر شير فيديو كونفرتر. طبعا برنامج قوي جدا، ومش هتلاقي برنامج أقوى منه، خصوصا إن هو بيضم جزء أو بيضم قسم خاص باليوتيوب. رابط تحميل البرنامج هيكون موجود أسفل الفيديو، ومرفق معاه باتش التفعيل. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبة لكم، وتكونوا استفدتوا منه. إن شاء الله انتظرونا في شرحات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.